الضيوف الحضار، الضيوف الحضور الكرام، المشاركة القادمة لشاعر القبيلة، شاعر له مشاركات عديدة في المحاورة والنقد، تنساب معه القصيدة كأنها تطلبه ولا يطلبها، دقيق المعنى بين الماضي والحاضر في كثير من قصائده. رحبوا معي بالشاعر خليل بن سعيد الفريدي. مرحبا الله يحييكم، ما هو منقول مرحبكم حقكم. أول مبتدا العلم عند الدليلة، كل علم وبياني وكل مسلم لزوم الإضاعة حصيلة في رضا الله ولا يأخذ له هواني، لأجل يوم يبقي يقابل كل واحد عميله، والحساب الذي ما فيه شيء يكون هاني. بعدها مرحبا وانا ممثل كبيرة، ما يبيني وصاه وشايبي قد وصاني، اتقدم ريع المنجلة واعتزيله وما توخر عن الطيبة منه دعاني. ومرحبا بسبب وبندر زبونة جميلة، راعي الطيب كنه واحد من اخواني، له مع الطيب والطارات سيرها طويلة، طول عمره يصهر سهيلة الحصاني، فارق الوصف في ذا الجيل ولا في جيله، فارق الوصف في ذا الجيل ولا في جيله، تربوي ومتثقف في جميع المعاني. يومها بلقحت عدى راسه الطويلة، قالوا الحمد لله جيت أنا في مكاني، حضر العلم في موقعه وقت حصيله، لا خطا الشباب شيبوا ذا زماني، انا مطلبته، لا خطا الشباب شيبوا ذا زماني، قدموا للوطن يوم التعاون مهيله، منهم معلم ودكتور والعسكراني، بيض الله وجهه كل يوم وليله، سيرته حاوله ولها مكانه وشاني. وبندر وراشد اللي عدلوا كل ميلة، يقربون الضيوف وقدروا كل عالي، بندر اللي ثقيل الحمل يقدر يشيله، لا تحزن يغلق بطره في ثواني، فارس لا تجوت فوق الاراصيله، يحسب العاصيه من غير سلج وعناني، راشد اللي يحوز الطيب ربي وكيله، يفعل الطيبه ويقول ذا العمر فاني، وجه دايم طليق ويد ما هي بخيله، ويتلحم من الطرخه طويل اليماني، ويا محمد سعيد الطيب اللي يجيله، من ابن اخيه مثلك يا عريب المجاري، كل ما شفت طيب على الحفل والقبيله، ودك انك ترحب للفجر ولا ثاني، عود الازرق ومنن داغمين بهيله، والبشاشه وتجهيز الكرامه سماني، نكرم الضيف يوم ان المداخل قليله، كيف الحين في وقت الرخاء والاماني، قره انك تسير الخير ولا تزيله، واشكر انها المعبود ما بيها ثاني، ثم صلوا على محمد وليله فضيله، واكثروا بالصلاه وصدق قلب ولساني، سلامتكم.